احنا هنجيب الطاسه بتاعتنا هنا، هنحطها على النار وهنحط شويه زيت الزيتون او الزيت العادي بتاعنا. هنستنى بس يتدفى شويه معانا على النار علشان حصقت اول حاجه فيه البصل. احنا هنا ما عندناش مشكله ان احنا نشتغل الحقيقه بصل احمر في وجبات، يعني احنا في السمك مش هنشتغل بالبصل الاحمر، هنشتغل بالبصل الابيض لانه الطبق مش عايز يكون بصل غامق فيه، لكن احنا هنا علشان هنعمل البصل دي حشوه داخليه فمش مشكله خالص، اللون الاحمر مش هيكون فارق معانا. هنشوحه كده زي ما احنا شايفين يعني عشان يبقى ايه كارمل كده ويبقى ويدبل علشان ما يبقاش بيقرش في الاكل. نحط كده البصل تمام يتشوح معانا زي ما احنا شايفين، وبعد كده تاني حاجه هننزلها بعد البصل، انا بس عايزاه يدبل علشان ما يبقاش مقرمش تمام. اول ما يبتدي يتشوح كده معانا هنجيب التوم. توم بنبقى فرمينه زي ما احنا قلنا فص او فصين توم، في ناس تحب مثلا التوم اكتر، ممكن نخلي 3 فصوص توم حسب لو عايزين النكهه تكون قويه في التوم. كل حاجاتنا جميله اهي واضحه وصريحه، لانه احنا ايه زي ما قلنا تنفع برضو اكله صيامي. هنغير بس حاجه بسيطه قوي لو كونها اكله صيامي بالنسبه لاخواننا المسيحيين، ان احنا مش هنحط طبعا بيض وهنعمل اللبن، هنقول واحنا بنعمله هنعمله بالكريمر علشان ايه يدي النتيجه للحاجه الصيام اللي احنا شايفينها. زي ما شفنا كده احنا شوحنا البصل والثوم، فلفل الوان بتاعنا اهو بينزل، طبعا مش قادره اقول لكم طبعا فلفل الوان ده كله مواد غذائيه عاليه جدا جدا. الالوان عموما انت كست بيت كل ما الخضار والفاكهه لونهم كان قاني وواضح ده معناه ان هي مليانه غذاء، يبقى فيها مواد غذائيه عاليه جدا ومفيده جدا عموم الحل للجسم. احنا عايزينها ايه زي ما احنا شايفين كده تدبل. معانا دبلانه اهي عشان واحنا بنلفها في الكانيلوني تكون سهله وبسيطه علينا واحنا بنلف فيها علشان ما تطلعش يعني ايه ما تبقاش ناشفه. كده كده احنا برضو هندخلها الفرن وهنحط فوقيها بشاميل، فهي معاها برضو ايه وقت انها تستوي كفايه من وهي واحنا مدخلينها الفرن. اوكي شوف كده زي ما احنا شايفين. طبعا ايه بقى احنا لازم نحط الملح والفلفل بتوعنا زي ما انتم شايفين كده. في ناس تحب برضو تحط حبه جوزه الطيب، بس انا حاطه جوزه الطيب في البشاميل، فلما احط جوزه الطيب في البشاميل برضو بتدي نكهه جميله جدا وبتخلي طعمها حلو وقيمتها برضو الغذائيه عاليه. يعني اهم حاجه عندي ان الناس تستفيد زي ما احنا شايفين كده اهو لحد دلوقتي حاطين الحاجه. هنجيب المشروم بتاعنا، انا بصوا زي ما انتم شايفين كده انا حاطه مشروم فريش لانه بتبقى يعني مش هقول انه ما فيش مقارنه بين الفريش والعلب، لو احنا ما عندناش فريش او مش موسم او حاجه هنحط برضو ايه هنحط علب، يعني ما بيبقاش قدامنا في ايه اختيارات اخرى، لكن طالما عندنا فريش احنا اهو شغالين بيه. لانه هنا بقى عندنا في المشروم البروتين النباتي عالي جدا ومفيد جدا، يعني بقيمه ان احنا بناكل لحمه او فراخ، وعشان كده احنا قلنا انه ممكن يبقى مفيد للاولاد الصغيرين. واحنا هندبله علشان لو حد مثلا ما بيحبش طعم المشروم ولا حاجه يبقى داخل جوه الكانيلوني بتاعنا ومستوي، عشان ساعات مثلا في اطفال صغيرين ولا حد يقول لك انا ما بحبش المشروم، لكن الطريقه اللي احنا مقدمينها بيها دي هتخلي الطعم جميل جدا ومحدش ايه يحس ان مثلا في مشروم صريح معاه، لانه احنا بنحطه يدبل اهو زي ما احنا شايفين. مش هندبله قوي برضو عشان انا بالنسبه لي القيمه الغذائيه لازم تبقى عاليه، فالحاجه ما تستويش ما تبقاش مستويه زياده عن اللزوم. زي ما احنا شايفين كده نشوحها، احنا هنشوحها يا هنهدي عليها النار خالص علشان احنا هنشتغل دلوقتي ونعمل العجينه الكريب بتاعتنا. تمام انا هبقى هوطي عليها النار خالص، هسيبها على واحد اهي وبرده هبعتها سنه كده على النار، وبعدين هستأذنكم نجيب. انا بشتغل على فكره زي ما انتم شايفين كده بالمضرب السلك الكهرباء، لانه يعني مش كل ستات البيوت بيبقى عندها معده الطعام، فانا الحقيقه ايه بحب الدنيا تبقى
طبيعية جدا ونشتغل زي ما احنا ايه شغالين في بيوتنا عشان ما حدش يحس ان الامور ايه مش طبيعية. انا هجيب البيض وهكسره بيضة بيضة، طبعا دي حاجة مهمة جدا قبل ما نشتغل. عموما احنا هنجيب البيض كده ونشوف كل البيض يكون سليم وكويس قبل ما نحطه كله على بعض، لان في ناس تكسر البيض على بعض وتضطر تلاقي مثلا بيضة سايبة من بعضها مش كويسة. فانا ايه حابه احط هبقى اكسر البيض واحده واحده بره زي ما انتم شايفين كده علشان اتاكد ان البيض كويس وسليم، خصوصا بنعمل الموضوع ده وبشده في الصيف لانه طبعا بتبقى فيه نسبه كبيره من ان احنا ممكن نلاقي الايه البيض مش كويس. حط البيض كده والملح بتاعنا حاجه بسيطه تمام، وهنشتغل وهنضربه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، بنضربه في الخلاط كويس. كل ما نضربه كويس كل ما تدينا نتيجة ممتازة تمام. نضربه كده زي ما انتم شايفين، وهنحط برضو ربع كوباية الزيت بتاعتنا، وبرضو هنستمر ان احنا نخلطها. ممكن على فكرة لو انت ما عندكيش مضرب ممكن تعمليه بالمضرب اليدوي، زائد ان احنا لو مفيش برضو مضرب يدوي ممكن تعمليه في الخلاط، فايه الموضوع الموضوع سهل وبسيط. هنا اهو وهنحط الدقيق بتاعنا زي ما احنا قلنا المقادير كده، الدقيق مش هحطه كله مره واحده بس عشان ايه عايزاه يندمج. ومع الدقيق برضو بالتناوب هحط اللبن كده اهو زي ما احنا شايفين، هحط برضو اللبن بتاعنا زي ما احنا قلنا في المقادير. على فكرة عجينة الكريب دي بقى زي عجينة الكانيلوني دي برضو تمشي زي عجينة الكريب بالظبط. وبعدين عايزة اقول لكم ان احنا لو هنعملها اكلة صيامي يبقى هنشيل البيض وهنحط بدل اللبن كريمر، الكريمر اللي هو بنستخدمه في القهوة والشاي والكلام النوع ده، هنحطها كده. في ناس تحب تحط ملح وفلفل، احنا ممكن لو احنا عايزينه حلو ما نحطش ملح وفلفل خلاص ونحط فانيليا علشان ممكن نقلبه من حلو لحادق، يعني برضو دي سهله جدا وبسيطه زي ما احنا شايفين كده. بس اتاكدنا ان هو اتضرب كويس تمام. هنحط بقى ايه الخلاط بتاعنا كده هنا اهو كده، وانا عندي بقى حاجه لطيفه قوي هوريها لكم، على فكره سهله ومتوفره جدا ان احنا نلاقيها عندنا في موجوده في السوبر ماركت. ايوه انت حطيتها لي يا سيد شكرا كتر خيرك. الطاسه بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين، هحطها على النار تدفى لحد ما احط الخليط بتاعي في الجهاز ده. الحقيقه جهاز هايل جدا استخدمه على طول انا بعمل الكب كيك بتاعي او البان كيك عشان ينزل الكميه اللي انا عايزاها. انا ببقى متحكمه في اليد، هوريكم ازاي هشيل ازاي. ممكن يا سيد استاذنك نشيل المضرب ده؟ شكرا جزيلا. اهو كده تمام. الطاسه بقى بتاعتي سخنت زي ما احنا شايفين كده، نتاكد انها سخنت. حاجه بسيطه جدا، انا بقى عندي كده ايه السبراي بتاعي. السبراي ده انا مليه زيت اوكي، هرش كده رشه خفيفه على الطاسه عشان اتاكد ايه انها ما تلزق. هي عموما الحال ان الطاسه بتاعتي بتبقى فيها ماده اوريدي ما تخليهاش تلزق، بس انا احتياطي بحط ايه زي ما انتم شايفين كده، وبجيب معايا منديل زي ده وامسح بيه علشان ما تبقاش الزيت زياده وكتير. ومنها برضو ان انا اتاكد ان الطاسه بتاعتي ايه سخنت قبل طبعا ما انزل كده. اهو الطاسه بتاعتي سخنت والخليط بتاعي اهو زي ما احنا شايفين، انا هنزل كده بس كده تمام. وانا هوزعها بقى على طاسه الكريب. لو ما عندكيش طاسه كريب عادي جدا طاسه عاديه، الطاسه اللي بنعمل فيها الاومليت، الطاسه العاديه بتاعتك كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو بمنتهى البساطه اهي. هنحطها وخليها تاخد بقى ايه الحراره بتاعتها. خليني اسال انت حتى عشان نطلع فيها الكريب. انا هشيل بس دي هنا كده عشان نشوف الكريب بتاعنا. هو اوريدي هيسخن بقى على النار، انا هعلي بس عليه النار سنه صغيره. الكريب مهم جدا واحنا
بنشتغل ان انت تبقى عينك عليه لانه بيلسع بسرعه، فاحنا ايه لازم تبقى عيننا عليه علشان نقلبه زي ما احنا شايفين كده. لسه برضو هو محتاج شويه سوى، والعجينه زي ما انتم شايفين ما بتبقاش تقيله، العجينه ما بتبقاش تقيله، مش الشطاره خالص ان العجينه تبقى تقيله مننا، عشان احنا كده كده لسه هنلفها فما تكسرش معانا. تمام، بسم الله. لسه برضو بيضه اهي من ورا، لسه هنستنى عليها بس شويه، لا لحد ما تحمر سنه كده زي ما احنا شايفين. مش الفرن لما نبقى عايزينه عالي نلاقيه واطي، لما عايزينه واطي نلاقيه عالي. تمام، انا هقلبها برضو كده زي ما انتم شايفين اهي، سهله جدا وبسيطه. الموضوع اللذيذ في موضوع طاسه الكريب ان جنبها بتخليكي بسهوله تعرفي تقلبيها، فمش هتحسي بايه بان انت انها انت مش عارفه تخشي وتخرجي مثلا باليد بتاعتك او بالمعلقه اللي انت ماسكاها. هنا انا هوريها لكم كده ان احنا عايزين لونها. طب بصوا بقى، انا اعمل لكم حركه اكروبات، بس على الله تطلع حلوه بس وما نتكسفش على الهوا. كده اهو كده اهو. والله انا بعملها في البيت بتبقى حلوه اهي. جت هنعملها لكم تاني بقى بس باحتراف. استنى استنى تنشف شويه كده بس كده اهو زي ما انتم شايفين. ووب نايس، حلوه جدا. اوكي انا هنستناها لحد ما يبقى لونها بينك كده، علشان واحنا بنلفها يبقى لونها جميل واحمر من بره زي ما انتم شايفين كده. بسم الله، اهي ابتدت تاخد اللون الجولد او اللون الذهبي الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. اوكي تمام، خلاص انا هسيبها دقيقه كده لحد ما هي تاخد اللون ده. اوكي فاحنا لحد ما تعمل كده انا هجيب القارب بتاعي. احنا مجهزين اهو زي ما انتم شايفين قبل الهوا. انا بس حاجه سريعه هقول لكم عليها اهي، انا هشيل الكراب بتاعي من هنا اهو، هحطه وارجعه تاني، واخر حاجه هحطها على الخليط بتاع المشروب هحط معلقه مسترد. قد ايه بتدي طعم جميل، والمسترد زي ما احنا عارفين خردل وبيبقى كلها حاجات طبيعيه وجميله. شايفين كده انا اهي رجعتها تاني على النار علشان قبل ما اخدها ابتدي الف بيها الحشو كده اهو. انا بس بديها بس دقيقه كده، وهجيب الكريبايه بتاعتي كده زي ما احنا شايفين اهي، ابتدت بقى ايه تغلي ويبقى ايه شكلها جميل. نجيبها كده خلاص، وهاخدها جنبي هنا. تمام، نلبس بس الجوانتي علشان واحنا بنحشي ايدينا تبقى نضيفة. ممكن تجيب لي بس يا سيد من فضلك حاجه الف عليها؟ تمام، زي ما احنا شايفين كده الكراب احنا عاملينه. طبعا احنا عشان الوقت الكراب شويه بياخد وقت، انت ممكن تبقي مجهزاه من بدري، مجهزاه من بدري عندك علشان ايه ما ياخدش منك وقت في العمايل. ممكن يحط لي بس الكريمه البشاميل دي على النار سريعا. تمام، هجيب الكريب بتاعتي هي اللي احنا لسه عاملينها اهي. تمام، وهجيب هنا اهو، بس هجيب معلقه. ممكن تبقى كده، هي اوريدي احنا سهله وبسيطه. تمام تمام كده، اوكي كده اهو. انا بس هحطكم عشان انا عايزه ابين لكم الحاجه زي ما انتم شايفين. انا هجيب الكراب بتاعي كده اهو، وهحشيه واحط فيه المشروم. ريحته جميله وشكله جميل اهو، هنحطه كده وهنلفه بالطريقه دي وندخله القالب بتاعنا كده اهو. تمام، هعملها قدامه وهلفها كلها قدامكم قبل ما نطلع الفاصل كده اهو. واضح كده اهو، تمام اوكي. نرصهم كده في القالب بتاعنا تمام زي ما احنا شايفين. حلو ان احنا يبقى معانا معلقه كده يكون فيها تكون مخرمه، عشان احنا مش عايزين الصوص ينزل يهري الكريب، فعايزينه يبقى ايه سهل وبسيط كده، وايه ما يهريش معايا العجينه بتاعتي، لان عجينه الكريب بتبقى رقيقه جدا ومش عايزه ايه اي ايه حاجه تخليها تبوش. تمام، انا هقول لكم بسرعه كده، احنا معانا وقت نكملهم كلهم. طيب عشان انا هدخلها الفرن قدامكم، احط عليها البشاميل واحط عليها الصوص ده. الصوص ده انا بجهزه بتبقى صلصه طماطم، بحط عليها زعتر وزيت زيتون علشان تبقى حلوه.
طعمها حلو. الزعتر اصلا عموما في الكانيلوني والكريبات والحاجات دي بتبقى حلوه جدا. ده هو تمام. عشان كده الطبق يبقى الغذاء فيه كامل متكامل زي ما احنا شايفين، زي ما انا وعدتكم انه يكون فيه بروتين نباتي وفي كميه من الفلفل والبصل وكل الحاجات دي كلها فيتامينات عموما احنا شايفين اهو. بس بقى كده اهو هجيب الفرشه بتاعتي بتاعت الصلصه. تمام، دي صلصه انا زي ما قلت لكم انا مجهزاها، بعملها صلصه وبعملها بزيت الزيتون والزعتر والملح والفلفل بتاعي، وادهنها هدهنها كده زي ما انتم شايفين. تمام خلاص احنا شايفين كده حطينا عليها صلصه علشان الشكل واللون يبقى حلو، وهنجيب الموتزاريلا بتاعتنا ونحطها على الوش عشان لما تسيح تدي شكل جميل، وهندخلها الفرن. ما بتاخدش وقت طويل لان احنا كل حاجه زي ما احنا عارفين احنا مسويينها اهو زي ما انتم شايفين كل الحاجات مستويه، فما بتاخدش وقت، يا دوبك بس وشها هيتحمر. انا نسيت بس حاجه صغننه البشاميل، معلش بس عادي مفيش مشكله خالص، هنتدارك الامر خالص، مفيش اي مشاكل، مش اي حاجه بتوقفنا الحقيقه. احنا هنحط كده بشاميل وهرجع احط عليها كوش تاني جبنه موتزاريلا، مفيش مشكله. انا مجهزه البشاميل، هقول لكم تاني بسرعه قبل ما نطلع. البشاميل بتاعنا كوبايه لبن ومعاه معلقه دقيق، ومن معلقه الدقيق دي بحط طبعا ملح وفلفل وجوز الطيب لو انا حابه. تمام كده اهو زي ما احنا شفنا اهو، وهنروح ندخلها الفرن. خلي بالنا لو الفرن بتاعنا حامي او فيه هوايه هو ده اللي بيخلي الموضوع،